السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تنزيل البرامج المدفوعة مجانا على أجهزة iOS، سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود الشغالة بنظام iOS 9، سواء كان iOS 9.0 أو iOS 9.0.1، وأيضا ستشتغل هذه الطريقة مع كل إصدارات iOS 9، لا توجد أي مشكلة. بالدخول إلى متصفح سفاري وفتح الرابط ios.hipstore.mobi سوف تجد الرابط أسفل الفيديو في الديسكريبشن حتى يفتح لك موقع الخاص بمتجر الهيبستور. تقوم بالنزول إلى الأسفل حتى تجد أيقونة فيها مكتوب iOS 6 only، وأيضا أيقونة أخرى مكتوب بجانبها iOS 7 8 9. تقوم بالضغط على أيقونة 7 و8 و9 وتنبثق لك نافذة يكتب كانساس. ستقوم بالضغط على انستول حتى يتم تنزيل التطبيق وتثبيته على هاتفك iOS. إذا بعد تنزيل التطبيق وظهور أيقونته في الشاشة الرئيسية لديك في هاتفك iOS، تقوم بالضغط عليه لفتح. طبعا في عند تنزيله أو يظهر لك أنه غير موثوق ولن تجد خيار وثوق، يظهر لك كانسل. فالطريقة سهلة، تذهب إلى الإعدادات، إلى بعد دخول الإعدادات تختار جنرال هنا، الآن تنزل للأسفل حتى تجد بروفايلز. بعد ذلك تجد هنا مجموعة من التطبيقات إذا كنت منزل تطبيقات من غير الأب ستور سابقا، وتجد أيضا متجر الهب ستور. تقوم بالضغط عليه هكذا، تجد بالأعلى خيار تروست في أول مرة، تقوم بالضغط على تروست، بعد ذلك تروست مرة أخرى ويتم الوثوق في التطبيق، وبعد ذلك ترجع إليه يتم فتحه بدون أي مشاكل وبدون ظهور أيقونة الوثوق والغاء وغير ذلك. إذا نقوم بالدخول إليه. إذا هنا في الشاشة الرئيسية أو في الهوم يظهر لك مجموعة من التطبيقات الأكثر تنزيلا كما ترى أمامك. يمكنك تصفح التطبيقات التي تريدها وتنزيلها كلها مجانا، واختيار التطبيقات التي تعجبك. يوجد من جميع يعني المجالات هنا، توب داونلود ان سبتمبر يعني الأكثر تنزيلا في شهر 9، بيست نيو اب يعني الألعاب أو البرامج أو التطبيقات الجديدة يعني أفضل تطبيقات جديدة، والعديد من الخيارات. إذا كنت تريد البحث اضغط على أيقونة البحث هنا وتكتب أي اسم تريده. على سبيل المثال سأقوم ب كتابة توش ريتوش، تطبيق روش توش ريتوش لإزالة يعني الأشياء من الصور هكذا. إذا مشاهدي الكريم بعد الدخول إلى التطبيق وواجهة التطبيق، تقوم بالضغط فقط هنا على داونلود ويتم تنزيل التطبيق. طبعا يمكنك الدخول إلى التطبيقات التي قمت بتنزيلها بالضغط على الخيار ماي أبس، بعد ذلك ستجد الداونلودينج او جاري تنزيلها هنا، وكذلك الداونلودينج او التي اكتمل تنزيلها من هنا او من هذا الخيار تجده في هذا الخيار. الان ستجد ان التطبيق طبعا جاري تنزيله، فانتظروا حتى يكتمل التحميل وانتهاء هذا الشريط حتى يصل الى هنا باللون الازرق، كذلك ستظهر النسبة بعد قليل في الاسفل. إذا مشاهدي الكريم عند الانتهاء من التحميل ستظهر لك هذه النافذة، اختر انستول او اضغط على انستول، بعد ذلك سيتم تثبيت التطبيق. كما ترى مشاهدي الكريم ظهرت أيقونة التطبيق في الشاشة الرئيسية، الآن أقوم بالدخول إليه يشتغل بدون أي مشاكل وبكل سهولة. شكرا على حسن متابعتكم، وأتمنى أن تكون هذه الطريقة قد نالت إعجابكم. رجاء إذا عجبتك هذه الحلقة واستفدت منها لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني. قم النقر عليه قبل نهاية الفيديو للتواصل بجديد حلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي. كذلك لا تنسى زيارة المدونة th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجلات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.